أهلا بكم في زوايا الحدث، نناقش فيها تحديات الذهاب إلى مشاورات جديدة في ضوء التطورات الأخيرة. يبدو من الصعب الحديث عن مشاورات مقبلة طالما بقي التعثر سيد الموقف في ظل ما يمكن اعتباره انسدادا للأفق السياسي في اليمن نظرا للتطورات الأخيرة، وفضلا عن تصريح مسبق من وزير الخارجية رئيس الفريق الحكومي في مشاورات السويد أنهم لن يذهبوا إلى أي مشاورات مقبلة ما لم يتم تنفيذ ما اتفق عليه في ستوكهولم. لم يتحقق حتى الآن أي تقدم في أي من الملفات بما فيها ملف تبادل الأسرى والمختطفين. وفي ضوء التصعيد العسكري الأخير للميليشيا باستهداف احتفال الجيش اليمني في قاعدة العند وإصابة عدد من كبار الجيش، ما الذي يمكن توقعه في سياق ما جرى وما فرص الوصول إلى مشاورات مقبلة؟ قبل النقاش نتابع التقرير. رغم مرور أكثر من 30 يوما على اتفاق السويد، إلا أن الوقائع الميدانية أكدت عجز الأمم المتحدة في تحويل بنود الاتفاق إلى خطط عملية تضمن إنجاح إجراءات بناء الثقة التي سوف يبنى عليها مسار جولة المشاورات القادمة. فيما هو واضح فإن التحركات الأخيرة في الحديدة أبانت عن توجه ميليشيا الحوثي لإفشال أي تقدم يحرزه فريق إعادة انتشار القوات المشتركة التي يشرف عليها الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، والذي فشل حتى اللحظة في تحريك مياه السلام الراكدة في ميناء الحديدة. بعد مرور قرابة الشهر من توقيع اتفاق ستوكهولم، وبعد مرور هذه الفترة الزمنية لم يتحقق شيء على الأرض، لم يقبل الطرف الانقلابي بالخروج من المدينة ومن الموانئ، وهذه مسؤولية البعثة الأممية ومسؤولية الجنرال باتريك كامارت كما تعرفون. الحكومة اتهمت ميليشيا الحوثي برفض الانسحاب من مدينة وموانئ الحديدة، وقال اليماني في تغريدة له على حسابه بتويتر بأن الحوثيين يهددون اتفاق ستوكهولم ويعرضون جهود المبعوث الدولي للفشل، وهو ما يجعل الحديث عن مشاورات جديدة للسلام مجرد مضيعة للوقت بتعبير الناطق الرسمي للحكومة راج حبادي، الذي شبه التحضيرات الجارية للمشاورات بمحاولة صناعة نجاحات زائفة على حساب معاناة الشعب اليمني. بالنسبة للأمم المتحدة فإن منسوب الأمل ما زال مرتفعا لديها، فطرفا الصراع بتوصيف المبعوث الأممي حقق التزاما لحد كبير بوقف إطلاق النار، وهو ما يفسر دعم المبعوث للتحضيرات التي تجري في الأردن لعقد اجتماع بخصوص الأسرى والمعتقلين. طلبا من المبعوث الخاص لعقد اجتماع محدد في المملكة و سندرس هذا الطلب. تنصل الحوثي من التزاماته تجاه الاتفاقات المبرمة في الحديدة ليس جديدا عليه وفق مراقبين، لكنه هذه المرة يمارس تحديا واضحا لاتفاق تم برعاية دولية واسعة، وفي الوقت ذاته يتعمد التهرب من تنفيذ اتفاق السويد لإطالة الأزمة ونهب المساعدات لصالح ما يسمى بدعم المجهود الحربي. حياكم الله من جديد مشاهدي الكرام، وللحديث حول هذا الموضوع تنضم إلينا من المنامة الباحثة والكاتبة الصحفية ميساء شجاع الدين. مساء الخير أستاذة ميساء. مساء النور، أهلا بك أستاذة ميساء. في البداية، كيف تقرأين المشهد اليمني في ضوء التطورات الأخيرة؟ ربما فشلت مشاورات ستوكهولم أو حكم عليها بالفشل على الأقل حتى الآن. يعني صعب أنك تقول فشل، الأمم المتحدة صعب يعترف بالفشل، ويعني لا زال الموضوع متعثر ممكن نقول عليه. الذي حدث في العند هو في النهايه كان اتفاق جزئي، اتفاق ستوكهولم هو متعلق بالحديده بشكل رئيسي، لكن الحرب لم تتوقف في صعده من اول يوم، كانت ساخنه جدا في صعده على الحدود، فبالتالي لم تتوقف بقيه الجبهات القول انه هو الذي حدث في العند هو افشلها، لكن بالتاكيد انه الحوثيين لم يكونوا جادين في تسليم الميناء. فيما حدث مسألة خفر السواحل لم يكونوا جادين في التعامل مع مسألة المساعدات وكيفية أنهم يفتحوا طريقها لصنعاء. هذه قضايا كانت فيها صعوبات كثيرة، وهذا غير في صعوبة التفسير الاتفاق، وأعتقد أنه المبعوث الأممي أدرك هذا، لهذا أعتقد أنه سيضطر أنه يضغط لاجتماعات أخرى في محاولة للدفع بالعملية اتفاق ستوكهولم بشكل أفضل، إنه
يكون في تفسير أكثر للاتفاق بخصوص الحديدة، آلية تنفيذية موضحة أكثر بخصوص تبادل الأسرى والمعتقلين والمختطفين. فأتصور أنهم حيتجهوا في هذا الاتجاه، بس أنهم تحدث عن فشل، فأعتقد أن هذا مبكر جدا. ما قيمة الضغوطات وعمل مبادرات جديدة أستاذة ميساء إذا كانت على الأقل ملف المختطفين الذي تم التوقيع عليه وكانت الصورة ربما واضحة أكثر من بقية الملفات كالحديدة أو استعز وغيرها؟ إلى الآن لم يتم إطلاق ولا أسير واحد، بل لا زالت الميليشيا تمارس الاعتقال والتنكيل في مناطق سيطرتها، ولا جديد في الموضوع. إذن يعني ما الجدوى أن تكون هناك مبادرات جديدة أو لقاءات جديدة أو حتى ضغوطات من قبل الأمم المتحدة؟ يعني المبعوث الأممي كمها هذه وظيفته. يعني بخصوص الهوثيين، هو أتصور أن الهوثيين هم يهمهم، يعني هم يفضلوا اتفاق شامل تكون فيه ضمانات سعودية ويكون السعودية تدخل فيه بشكل مباشر أكثر مما هو اتفاق جزئي. يعني هم من البداية هم عندهم مشكلة مسألة الاتفاقات الجزئية، لأنهم يريدوا ضمانات شاملة. هم الذين يهمهم في النهاية ماذا سنصل إلى، ماذا، هل سنصل باعتراف دولي، هل سنصل مشاركة حكومة إلى هذه القضايا. هذا اللي يهمهم أكثر من الحديدة غيرها. فصور هو طبعا الحوثيين عندهم مخاوف كالعادة، والجناح العسكري عندهم يبدو أنه الجناح العسكري والأمني أيضا خارج السيطرة بشكل كبير. فهذه كلها قضايا المفروض ما تأخذ بالاعتبار. بس أتصور أن المبعوث الأممي ليس بيده شيء في النهاية، هو بيقوم بخدمة الدول الغربية الكبرى أو الدول الكبيرة التي تمسك الملف اليمني، بخدمة مصالحها، وهذا هو وظيفته. يعني في النهاية لن يقول أنا فشلت، يعني هذا شيء صعب أنك تصالح فيه مبعوث أممي. هذا معناه أنا فشلت، أن أنا فقدت استقالتي، وهذا ما تصورش أنه مسألة لا زالت واردة لديه حاليا. نعم. طيب أستاذة ميساء، ابقي معي، نشترك معنا في الحديث من إسطنبول الكاتب السياسي الكاتب الصحفي الأستاذ علي الفقيه. مساء الخير أستاذ علي. مساء النور. أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ علي. أنت كيف تتابع تحركات المبعوث الدولي للأزمة الجديدة والحديث عن مفاوضات مقبلة؟ الأستاذة ميساء تقول أن ربما هناك أيضا ضغوطات من أجل تنفيذ اتفاق ستوكهولم. هل لا زلت تعول فعلا بأن اتفاق ستوكهولم سينفذ وأن الحوثيين سيلتزموا، حتى يعني ولو استمر الوضع لمدة وضغوطات أخرى ولقاءات أخرى في نهاية المطاف سيفضي إلى حل وينفذون ما اتفق عليه؟ تحية لكم المشاهدين الكرام والزميلة ميساء. أعتقد أنه الوقت الذي يحاول الحوثيون تمديده واستمرار في المراوغة هو محاولة لكسب المزيد من الوقت لإفراغ الاتفاق من محتوى ليس لتنفيذه. لو أرادوا التنفيذ كان بإمكانهم فعل ذلك خلال وقت محدد وخلال فترة زمنية كانت مضمنة في جدول الاتفاق، متى يبدأ الانسحاب، متى يبدأ إعادة الانتشار. لكنهم في الأساس يبحثون عن وقت إضافي للالتفاف على الاتفاق وليس على تنفيذه، وبالتالي يعني سيمنحهم الأطراف الدولية المزيد من الوقت للمراوغة وللعب. سيحاول المبعوث الأممي إيهام الأطراف أو إيهام الشرعية بأنه تم تنفيذ مضمون الاتفاق من أجل يسحبهم إلى جولة مشاورات جديدة قد لا تفضي أيضا إلى شيء. لكن هو في الأساس يريد أن ينجح مهمته، وكلما أحضر الفرقاء إلى طاولة المشاورات حتى لو لم يخرجوا بشيء هو يعتبره يعني نجاح بالنسبة له. نعم. بالتالي يعني أعتقد أنه سنكون بلهاء أو مغيبين عقولنا إذا استمرينا في التعويل على أن ميليشيا الحوثي ستنفذ الاتفاق وهي في هذه الحالة المريحة. يعني ليس هناك ضغط عسكري في الميدان وليس هناك ضغط دولي، وهذا معروف إنه لن يكون هناك ضغط دولي. نعم. ما جعلهم يذهبون إلى ستوكهولم هو التقدم الذي أحرزته قوات التحالف في الحديدة ووصولها إلى الأحياء الجنوبية من المدينة. نعم. ولو لم يحدث ذلك التقدم على الأرض لما ذهبوا إلى ستوكهولم. الآن اعتبروها فرصة لإعادة التموضع من جديد من الحديدة، إعادة ترتيب صفوفهم، زرع المزيد من الألغام، وبالتالي ما لم يحدث ضغط عسكري وما لم يتحرك الميدان فلن ينفذوا شيء، وربما حتى لن يذهبوا إلى جولة مقبلة. نعم.
إذا تحدثنا عن اتفاق السويد أستاذ علي، ما الذي تبقى منه برأيك؟ كل شيء، يعني لم ينفذ منه شيء. فقط ما يحدث الآن هي محاولات شكلية لإيهام الناس بأنهم ماضون في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اتفاق السويد، لكن على أرض الميدان حدث إعادة انتشار عبارة عن مسرحية كانت محاولة لإيهام الجمهور المتابع أو المشاهدين بأنه حدث إعادة انتشار، أنه فريق لبس زي عسكري والفريق الآخر زي ميليشيات. الميليشيات انسحبت، سلموا لزملائهم الذين ارتدوا البزاز العسكرية، حاولوا الاستفادة من وجود باتريك في المكان، وبالتالي وجدوا أنفسهم أمام مسرحية مفضوحة، حتى لم يستطع باتريك والمبعوث الأممي تمريرها. لكن هم الآن بالتأكيد يفكرون في خطوة بديلة، في أن يعني يحدثوا جلبة وتحرك وهمي ليوهموا الناس بأنهم ينفذون حتى ملف الأسرى كما ذكرت، الأسرى والمختطفين الذي كان الناس يعتقدون بأنه سيكون الأسهل للتنفيذ، إلى الآن لا يزال متعثرا. هناك تبادل كشوفات، هناك ردود على الكشوفات، كل يعني تحاول جماعة الحوثيين أن تستبعد مئات وربما آلاف الأسماء من الكشوفات التي قدمت لها، على اعتبار أنها لصقت لهم تهم بأنهم يحاكمون بتهم جنائية، وآخرون تتهمهم بأنهم دواعش كما أطلقت قبل ذلك على يعني جزء واسع وعلى شريحة واسعة من اليمنيين. ويمضي الوقت ويتجاوز الجدول الزمني المرسوم له ولم ينفذ منه. نعم. طيب ابقى معي استاذ علي، اعود للاستاذه ميساء شيوع الدين. استاذه ميساء، اذا تحدثنا عن المسؤول المباشر عن افراغ ستوكهولم من محتواه وعدم تنفيذ بنوده، من المسؤول برايك؟ اكيد الحوثيين بشكل كبير، لانه الحوثيين واضح انهم مزادين ولا يعنيهم، يعني انهم لو خسروا، هم لو الاتفاق لم يتم، التحالف ستكون عليه ضغوط دولية في مسألة الحرب الحديدة، لأن تداعيات الإنسانية كبيرة، لكن هم بالنسبة لهم هذه التداعيات الإنسانية هم بيستثمروها يعني. تصور أنهم مسؤولين بشكل كبير، وأيضا الأمم المتحدة كمان سلقت الاتفاق، يعني كان الاتفاق فيه شيء من السلق، يعني في عدم تفسير له، في آلية تنفيذية ما فيهوش، اتفاق عائم يعني، ما هوش واضح يعني. فأتصور الأمم المتحدة تتحمل جزء من المسؤولية، بالتأكيد أداء التحالف والحكومة يلعب دور كبير في اللي حصل في اليمن عموما، يعني سواء بتعثر المسار العسكري أو المسار السياسي في المفاوضات، يعني جميع حالاتهم أدائهم ضعيف كان. نعم. طيب أستاذة ميساء أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا الكاتبة السياسية ميساء شيوع الدين من المنامة، ونشرك معنا ايضا في الحديث من ماليزيا الدكتور فيصل علي. مساء الخير دكتور فيصل. مساء الورد، اهلا وسهلا. اهلا بك دكتور فيصل، انت كيف تتابع تحركات جريفيث بعد ستوكهولم؟ لم يحدث اي تقدم لا في ملف الاسرى ولا في ملف الحديدة ولا تعز، ولم يحصل من ذلك شيء، اذا لماذا الاستمرار بهذه المفاوضات والحديث عن مفاوضات مرتقبة ستكون إما في الكويت أو مكان آخر كما تحدث جريفيث، ما رأيك أنت؟ ككل المبعوثين الدوليين يبحث جريفيث، هذا المبعوث الأخير يعني من المبعوثين الدوليين إلى اليمن، يبحث عن يعني تقديم حلول، لكنه لا يستطيع أن يفرض على الميليشيات هناك أي شروط أو أي اتفاقيات، يوقعون ثم ينقضون عهودهم، وهذا يعني ما عانى منه ممن سبقه. أيضا الأمم المتحدة يعني في وجهة نظري هي غير جادة في إيجاد حلول حقيقية في اليمن. ما جرى في هذه المفاوضات وكان مخالفة للقرار السابق 22/16، اعتبار هذه الميليشيات كجزء من العملية التفاوضية وتسميتها بطرفي صراع أو طرفي نزاع ومساواتها بالشرعية كانت من أبرز عيوب هذه المفاوضات ستوكهولم. ما يجري اليوم على الأرض في الحديدة وفي غير الحديدة لا يبشر أن هذه الميليشيات تريد السلام ولا من يقفون خلفها.
الحديث عن استمرار عملية السلام بهذه الآلية وبهذه الطريقة غير ممكن. على كل حال الشعب اليمني وصل إلى مرحلة مسدودة من هذه الحرب من مارس 2015، اليوم احنا في يناير 2019 والحرب هذه مستمرة ولا أفق لانتهائها، لا يوجد تسوية أيضا تلوح في الأفق. تحتاج جميع الأطراف اليمنية إلى إعادة النظر ويعني والنظر في مآلات هذه الحرب بعد أربع يعني ما يقرب من 4 سنوات حرب لم يحقق أي طرف أي تقدم أو أي يعني إحراز أي مكاسب لا سياسية ولا عسكرية على مستوى الأرض وعلى مستوى العمليات، غير ما تحقق في 2015 من انسحابات جزئية وما أخذته المقاومة سواء في تعز أو في مأرب أو في الجوف بقوة الساعد والسلاح. إلى اليوم 4 سنوات لم نصل ولن يعني لم تصل البلد إلى حل. على اليمنيين بطرفيهم سواء الشرعية أو الانقلاب أو من يعني يريدون السلام لهذا البلد أن يفكروا بحلول أخرى غير حلول هذه المفاوضات التي ما يعني غير مجدية. ربما نعم. ما هي الحلول يعني الأخرى دكتور فيصل؟ برأيك الحلول الأخرى ما هي؟ الحل العسكري، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ربما وقف حجر عثرة أمام التحالف وأمام الشرعية لتحقيق أي تقدم، وقد كان القوات الجيش في وسط شوارع الحديدة. ربما يكون هناك حل يمني يمني، الحلول التحالف هو أيضا يريد تطويل الحروب ولديه أهدافه من هذه الحرب سواء بالسيطرة على السواحل اليمنية أو استمرار نزيف الدم في اليمن، لأن اليمن تمثل لهم مشكلة ما. على الأطراف اليمنية أن تفكر بحل يعني خارج هذه الأطر، بعيدا عن التحالف وبعيدا عن الأمم المتحدة. المجتمع اليمني مجتمع قبلي ولديه وسائله في يعني في المفاوضات، لماذا لا يجتمع مجموعة من أكاديميين ومشايخ وعلماء وفقهاء ومحبي الوطن ويضعون خارطة للطريق أو يرسمون خارطة للطريق نحو الحل؟ ربما يكون الحل يمنيا أفضل من هذه الحلول. نعم. التي تريد أن تفرض نفسها كل الأحزاب السياسية يعني. للأسف دكتور فيصل أنت تتحدث ربما عن يعني شيء ليس مستحيل ولكن من الصعب يعني أن يجتمعوا فيه في هذا الظرف. تعلم معظم قادة الأحزاب السياسية باتوا في المملكة العربية السعودية، ومعظم يعني من هم على الميدان سواء في المحافظات الجنوبية أو في الساحل يأتمرون بأوامر غير الشرعية، يعني كل له في وادي يعني، فعلى ما تعول يعني أن يجتمع الناس ويقرروا خارطة طريق جديدة؟ القوى السياسية هي أثبتت فشلها وهي من أوصلتنا إلى هذه المرحلة. نعم. لم تستطع أن تتفق سياسيا من البداية وذهبت البلد باتجاه الحرب. ربما يكون هناك يعني عقلاء في الميدانيين من طرفي الحرب، هناك مجموعات عسكرية هنا وهناك الجيش الوطني وهذه المجموعات المحاربة، لماذا لا يخرج يعني لا يشاركون في صناعة مستقبل اليمن وهم الأولى بصناعة أو تقديم خطوة أو رؤية نحو المستقبل. هؤلاء الناس يعني متروكين للموت يوميا، عشرات الآلاف من الشهداء من الطرفين، عشرات الآلاف من الجرحى، مئات الآلاف بل وصلنا إلى الملايين من المشردين في أصقاع الأرض. لماذا هذه الحرب لا تتوقف؟ إذا كانت هناك أطراف دولية تريد استمرار هذه الحرب فاليمن يعني نبشرهم أو نقول لهم أن اليمن أرض غير صالحة للحرب والمزيد من العبث. اليمن موقع استراتيجي وهناك ممر دولي تأثر من هذه الحرب، لماذا لا ينقلون الحرب إلى البحيرة النائية وبحيرة الخليج العربي هذه التي في الخلف لم تتأثر كثير من هذه الدول بهذه الحروب؟ إذا كانت إيران والتحالف أو الخليج يريدون استمرار الحروب فلنقلوها إلى ذلك الطرف
هذا الطرف من العالم وهي خارطة الجمهورية اليمنية لم تعد صالحة للحروب من أي نوع. نعم. طيب دكتور فيصل، أبقى يعود للأستاذ علي الفقيه في إسطنبول. أستاذ علي، برأيك لأي مدى تتحمل الشرعية ما وصلت إليها الأوضاع الآن في اليمن؟ والله هي الآن تقدم يعني نفسها بشكل تابع للأطراف الإقليمية الدولية، ولا تكاد تبدي ممانعة أو تحرك تجاه حدث على الأرض، لأنه الاستمرار على هذا النحو معناه تقديم مزيد من التنازلات وإعطاء المزيد من الوقت لميليشيات الحوثيين. ونحن نعلم أن الميليشيات هي تعمل بديناميكية عالية، تذهب للمشاركة كما كانت محتاجة إلى الوقت وتقدم تنازلات شكلية، لكن حين تكون قادرة على الفعل في الميدان وعلى الحركة هي يعني تبادر إلى فعل ذلك، والأهم أيضا يعني يتغاضى عما تعمله. نحن نشاهد تصعيد من ناحيتها، بينما الأساس يفترض أن تكون هذه الفترة تبدي حسن نية لمحاولة بعث رسائل طمأنة للمجتمع الدولي بأنها فعلا راغبة في السلام. كل مرة أستاذ علي، أستاذ علي نعم أستاذ علي، ليست المرة الأولى، ربما هذا المرة الخامسة والسادسة، ويعني الحكومة الشرعية تتعامل بحسنية وتنفذ ما يتم الاتفاق عليه من قبل الأمم المتحدة، وتذهب لأي مفاوضات وتخضع لأي إملاءات من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، لكن في المقابل الطرف الآخر ميليشيا الحوثي هو الذي يقف حجر عثرة أمام أي تنازلات تقدمها الشرعية، ولذلك لا متى ستستمر هذه الشرعية بتقديم هذه التنازلات يعني واستمرار الحرب؟ والله إذا استمر أداها على هذا النحو أعتقد أنه النتائج لا تبشر بالخير، لأنه الآن يعني حين يزداد التعقل أكثر من اللازم يصبح سلبية تأتي بنتائج سيئة على العملية بشكل عام، لأنه يعني يفترض أن يكون لك خطة وليس فقط تنتظر ما يمليه عليك الآخرون لتبدي حسنيتك في التنفيذ. أنت لديك يفترض قوتك، لديك تحركاتك على الأرض، لديك خططك المرسومة، وتناور كما يناور الآخرون. أما أن تقدم نفسك كتلميذ مطيع على الدوام تتلقى الإشارات ثم تنفذ، فأعتقد أن هذا ليس في صالح المعركة، ولا يمكن بهذه الطريقة استعادة الدولة. الشرعية اليوم محتاجة إلى مراجعة أدواتها ومراجعة آلياتها في العمل في التعاطي مع الأمم المتحدة ومع المواجهات على الأرض، محتاجة إلى المبادرة في الفعل وجعل الطرف الآخر هو الذي يطلب المصالحات، هو الذي النجاة برأسه، وليس ينتظر ما يعني سيقبل به من تنازلات شكلية أو تقديم فتات من قبل ميليشيات يعني يعرف العالم بأنها ميليشيات متفردة انقلابية ويعترف بالشرعية. نعم. لكن هذه السلبية تفقد الشرعية قوتها، تفقد الشرعية أيضا حضورها على المستوى الدولي، تجعل الجميع ينظر إليها كدنيا تابعة تتلقى فقط الإشارات والتوجيهات وتنفذ بكل يعني مطيع. نعم. طب هل تعتقد أستاذ علي أيضا أن التحالف مشارك بصورة مباشرة مع الأمم المتحدة في إيصال الشرعية إلى هذا المستوى من الضعف ويعني الوضع الرمادي الغير واضح في اليمن، والذي يصب بالتأكيد لصالح ميليشيات الحوثي؟ الأطراف الدولية لها أجندتها، الأمم المتحدة تسهل تنفيذ مصالح الأطراف الدولية، التحالف لديه أجندته، فأين أجندة الحكومة الشرعية؟ أين رؤيتها للمعركة؟ قدرتها على أن تكون هي صاحبة الفعل، هي صاحبة الرأي، هي التي تحدد ما الذي يجب وما الذي لا يجب، وليس فقط أن يتحولوا إلى متفرجين في 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 يعني الهامش، بينما الآخرين هم الفاعل الحقيقي. قلت لك إذا يعني إذا لم تتحرك أنت لفرض أجندتك ولطرح رؤيتك فلم يتحرك من أجلها الآخرون. الآخرون كل طرف يرعى مصالحه، كل طرف يسعى لتحقيق الأجندة التي لديه، فأين تحركك أنت؟ أين مبادرتك أنت؟ لماذا لا تفرض نفسك وتحاول أن تجعل الآخرين يتحققون مع رفع؟ بالتالي يعني للأسف الشديد بقاء الشرعية على هذا الحال الضعيف سياسيا وعسكريا دبلوماسيا سيجعلها مستقبلا أحسن هشاشة، وسيجرئ الآخرين على تجاوزها ووضع الحلول للقضية اليمنية، وهي ستصبح فقط مجرد محلل يعني. نعم. حضورها يعني يضبي فقط للتوقيع او القبول بما سيفرضه الاخرون. نعم. اشكرك الكاتب الصحفي الاستاذ علي الفقيه، كنت معنا من اسطنبول، وعوده اخيره الى ماليزيا مع الدكتور فيصل علي. دكتور فيصل علي، اذا الان
على ما تعول أنت من تحرك ربما يجبر التحالف ويجبر المجتمع الدولي والحوثيين على يعني تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه أو الدخول في يعني حسم من نوع آخر من قبل يعني أطراف يعني يمنيين آخرين ربما كما قلت في بداية حديثك أنت. سيدي الكريم، الحديث عن الحسم اليوم صار يعني من المضحكات واخذ حقه في الحديث، لكن لا يوجد هناك طرف يستطيع ان يحسم هذه المعركه لصالحه. انا اعول ان توجد هناك عقول يمنيه او مجموعات يمنيه قادره على تحرير، اولا تحرير عقولها من الارتماء في هذا الحوض او ذاك، على اليمنيين الا يكونوا بيادق في يد هذا الطرف او ذاك، وبالتالي سيستطيعون ان يجلسوا على طاوله حوار من العقلاء، حتى هؤلاء الحوثيين الذين نصفهم بكثير من الصفات السيئه بسبب سلوكهم وليس بسبب اننا لا نريدهم، بسبب عملياتهم المستفزه للانسانيه والمتجاوزه لحدود العقل والعرف والشرع. هناك من يقف خلفهم، من يسندهم، من سواء من القبيلة الهاشمية في اليمن أو من بعض القبائل. أولئك الناس أيضا تضرروا وهم أيضا بحاجة إلى السلام. لماذا لا يجلس مجموعة من عقلاء اليمن؟ هناك أطراف لم تشارك في الحرب يا سيدي الكريم، قبيلتي حاشد وبكيل مشايخهم موجودين في صنعاء، لماذا لا نستفيد من وجود هذه التكتلات القبلية أو بعض هذه أي تكتلات قبلية دكتور فيصل؟ كما تعلم يعني حاشد، من تحدث عن حاشد وبكيل هي من فتحت ابواب عمرها لدخول الله صنعاء، لم يعد هناك حاجه اسمها يعني قبائل لا زالت لم تدخل في الحرب. اعرف ان القبيله اليمنيه صارت ضعيفه وانتهت بانتهاء الدوله، انا ابحث عن حلول واقعيه، هناك ما زال لهذه المشايخ رموز كالشيخ الصادق بن عبد الله والشيخ الشايخ وما في صنعاء. لدينا اكاديميين في صنعاء وتعز وعدن وحضرموت وفي كل اليمن، لدينا ناس عقلاء لم يشاركوا في هذه الحرب، هناك يعني الشعب اليمني لم يشارك في الحرب، تصارعت طائفتان من الطوائف او الشرعيه او الانقلاب خلينا نسميها كما يسميها الاخرين، هناك اطراف لم تشارك في الحرب، عليها ان تتحرك فعليا لتحقيق السلام، ايضا القوات العسكريه للطرفين يجب ان تتوقف عن اباده هؤلاء الناس، لان كل الدماء التي تذهب اليوم هي دماء يمنيه، كفايه يعني عشرات الجرحى وعشرات عشرات الالاف من الجرحى والشهداء ومئات الالاف والملايين من المشردين اليمنيين، كفايه هذه الحرب اخذت من عمر اليمن ومن الوضع في اليمن ومن تاريخ اليمن ومن حاضر ومستقبل اليمن. نعم. لماذا لا تتوقف هذه الحرب؟ يجب ان يكون هناك دعوات عقل وتعقل من الداخل اليمني وليس من الخارج، ولا من المنظمات. أشكرك. لا من الامم المتحده ولا من غير الامم المتحده، نريد حل يمني يمني. اشكرك المحلل السياسي الدكتور فيصل علي، كنت معنا من كوالالمبور، شكرا جزيلا لك، بالتاكيد رئيس مركز يمنيون للدراسات الدكتور فيصل علي. في ختام هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل وديع عطا، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى في زوايا الحدث، السلام عليكم ورحمة الله.